في حارتنا ثم تديف عدواني فاشستي نازي الأفكار، سرق السلطة بالدبابة، ألقى القبض على الحرية والأحرار، ألغى وطنا، ألغى شعبا، ألغى لغة، ألغى أحداث التاريخ، وألغى ميلاد الأطفال، وألغى أسماء الأزهار. قاتلت 50 عاما من أجل الحب والحرية والحق والحقيقة، من أجل أن يكون البحر أكثر زرقة والأشجار والغابات أكثر ورقا والإنسان أكثر إنسانية والحرية أكثر حرية. كل الناس هو لي. ومن لم يقرأني مكتوبا قرأني مغنن. وأقول إني أعرف السياف قاتل زوجتي ووجوه كل المخبرين. الشاعر الكبير والشاعر المؤمن بما يقول يجب أن يبقى شاهرا سيفه في وجه سياف مسرور، وفي وجه زوار الفجر، وفي وجه كل من يحاول أن يقطع أصابع وعنق القصيدة العربية. كيف نكتب والأقفال في فمنا، وكل ثانية يأتيك سفاح، حملت شعري على ظهري فأتعبني، حملت شعري على ظهري فأتعبني، ماذا من الشعر يبقى حين يرتاح؟